بالعودة إلى عناوين النهار من 50 سنة مثل اليوم، عرض مفاجئ ومشروط من السادات لتمديد وقف النار، احتمال انعقاد مؤتمر القاهرة غدا على مستوى السفراء، وعمان الفدائيون قصفوا من سوريا قريتين ومخفرين في شمال الأردن. اللجنة الخارجية تتبنى سياسة الانفتاح والدبلوماسية المتحركة. أعضاء اللجنة يقولون بالتحرر من العقد في التعامل مع الدول، ويتخذون توصية برفض الشعب اللبناني تهويد القدس. قطع طرق وإضرام حرائق وتكسير سيارات وزرع مسامير وتمزيق عجلات، إضراب السائقين ومالكي السيارات العمومية يفاجئ السلطة بنجاحه. بس إنه النجاح هو بتكسير السيارات وحط مسامير على الطرقات، ما فهمت. الشرطة تقتحم مكتب نقابة السائقين وتعتقل النقيب نجدي وتوقف 72 شخصا. منتابع بعناوين الصحف من 50 سنة، صالح يتابع مسلسل الرواية المحزنة عبر رد على اليافي. كان في الإمكان إنقاذ إنترا لكن الحكومة رفضت كل العروض. خسر البنك من بيع أملاكه في سويسرا 14 مليون ليرة. وقبل 30 سنة يعني ب2 نيسان سنة ال 41 كان بعض النساء عم بيسجلوا أسمائهم بأحدى المؤسسات الخيرية اللي بتتولى توزيع الطحين على الفقراء، وراحوا كانوا عم يحكوا عن فقدان الخبز من أفران الضيعة لأنه البلدية ما وزعت الطحين عليها، وتشعب الحديث فتحمست وحدة منهم وتحولت حماستهم إلى غضب، فاندفع فريق منهم باتجاه سرايا الحكومة بقصد الاحتجاج، وانضم لهم الأولاد والرجال وصاروا عم يطلبوا من أصحاب المتاجر الإقفال ومشاركتهم بالإضراب. يا لطيف كيدهن العظيم. ووصلوا إلى ساحة النجمة فاشتبكوا مع رجال الشرطة. هلأ كلهم من وراء حديث نسوان بالفرن، فسقط قتيل وجريح، ثم بلغوا دار البلدية هاتفين بدنا خبز، فاصطدموا كذلك برجال الشرطة. هلأ احنا أخذناها بإطار المسحة، بس قديش كان في عنفوان، ومن وقتها قديش المرأة كانت مؤثرة وبتتعاطى بالشأن العام. فهذا موضوع كتير مهم، أنه حتى سنة ال 41 يعني من 80 سنة مثل اليوم كانت المرأة بتكون بطليعة المطالبين بالحقوق. أكيد. رح نروح إلى العارية الشهيرة باللباس المختصر هون عن بريجيت باردو، تفاجأوا فيها وبلباسها الشورت القصير، ميني شورت. أكثر الشورتات اختصارا. للأسف هلأ بأيامنا وبعد 50 سنة الفنانة أو الإنسانة اللي بتكون مشهورة وبالدومين الفني أو التمثيلي، حتى إذا ما بتتعرى يمكن ما بتنشهر. لهون وصلنا وهذا الكاريكاتير بالمستوى. نعم. عم بكنسل المسامير عن الأرض.